طبعا نبدأ الأذان وراح على الأذان 7 دقائق، باقي 13 دقيقة، إذا الإقامة طبعا 20 دقيقة العصرية، ولا واحد في المسجد. يا الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: إذا أذن المؤذن كأنه لم يعرفنا، قام وكأنه لم يعرفنا. ليش التأخر يا إخواني على الصلوات؟ والله رسالة لي قبل ما تقول لكم إخواني، الله الله بالتبكير للصلاة. التبكير إلى الصلاة سبب رئيسي من أسباب الخشوع في الصلاة. تقف أمام الله جل وعلا بقلب يعني مطمئن خاشع. التبكير إلى الصلاة عبادة عظيمة يا إخواني. سئل أحد السلف أو أحد الصحابة في من يأتي بعد الأذان، قال: أصلا الأذان نداء للغافلين، نداء للغافلين اللي ما يجي إلا بعد الأذان. راح 10 دقائق ولم يحضر إلى المسجد أحد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.